كابتن سامي قمصان كمان مدرب العام للنادي الاهلي. كابتن سامي، انجاز جديد بيضاف للجهاز الفني واللاعبين النهارده في ظروف كانت صعبه جدا، لازم نركز على الجزئيه دي، فبالتالي احنا عندنا رجاله. طبعا بشكرهم اللعيبه، طبعا بشكر اللعيبه وعلى الجهد دوت، وزي ما انت قلت احنا بالنسبه لنا دلوقتي الحمد لله انجاز، لكن الانجاز الاكبر بالنسبه لنا والتحدي ان احنا ان شاء الله نيجي السنه الجايه وان شاء الله نلعب على المباراه النهائيه، لكن النهارده في ظل الظروف ديت الحمد لله بتلعب منافس كبير جدا، عنده خبرات كبيره، بطل اسيا، عندهم لعيبه محترفين كبيره، عندهم ميزانيه ما شاء الله برده كبيره جدا، ان انت بتثبت شخصيتك النهارده وبتثبت ان انت فريق كبير، فريق عندك تاريخ، فريق عندك اللعيبه بتحمل مسؤوليه في الاوقات الصعبه كلها، كل الشكر ليهم طبعا. ونتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه بقى عندنا بطوله افريقيا اللي هي بتجيبنا لحد هنا، اعتقد ان شاء الله نركز فيها عشان نحقق اللقب ونرجع تاني ان شاء الله بطموح جديد وتحدي جديد ان شاء الله السنه الجايه. الاهداف والدوافع والطموح لسه موجوده يا كابتن سامي، مهم جدا. انت عارف جمهور ميداليه جديده تحديدا، انت عارف جمهور النادي الاهلي دايما بيحب الافضل، بيحب فرقته تكون رقم واحد، وده اللي احنا بنشتغل عليه وده اللي الراجل دايما بيتكلم فيه. تيشيرت النادي الاهلي غالي، اسم النادي الاهلي كبير، اعتقد الحمد لله ان احنا ان شاء الله السنه دي برده ثبتنا ان احنا فرقه مميزه، لكن السنه الجايه ان شاء الله